فيل. فيل. ريتوما. السلام عليكم. اليوم أختي بتسألني أسئلة وأنا برد عليها. يلا سلام. طبعا هذه الأسئلة راح تكون أسئلة عشان نعرف قديش أنت ذكية. لا طيب أوكي. يلا مستعدة؟ يلا نبدأ. يلا. Your brain is a magnificent miraculous machine, the most supercharged computer. كيف تحطين أربعة فيلة في فولكسواغن؟ إذا بحطهم أحس إني باخذ كل الصغار، كل الأربعة الصغار وأصغركم من هو واحد طبق السيارة. What؟ لذا صغار. غلط. فكري شوية. فكري شوية. أحطهم في ال أم فيديو هذا كبير صح؟ صندوق لا كيف تحطين أربعة في الصندوق؟ ما أدري كيف تحطين أربعة فيها في السيارة؟ أربعة كبار أنا قلت لي أحسبه يا أحطه في وراء أو كل أربعة صغار أخذ قولي لك الجواب يلا كل يعني اثنين قدام اثنين ورا يجلسون. اوكي. اوكي. ايش؟ كيف تضع ثمانية فيال في سيارة مرسيدس؟ اوكي ثمانية. ثمانية. ثمانية في سيارة مرسيدس. احنا قلنا فيك يكون اثنين قدام واثنين ورا. قاعدة أسوي شوية. مرسيدس سيارة غالية. ثمانية. Yeah. فيل. أو هو حيوان ثاني. ثمانية. فيل تعرفين ايش يعني فيل؟ ايوه فيل اعرف انا لانه حسبت انك قلت حيوان ثاني. فيل اعرف. كيف تحطين فيل في السيارة؟ ثمانية. ثمانية فيال في سيارة مرسيدس. اربعة قدام واربعة كيف؟ اربعة قدام واربعة قدام. اقول لك الجواب؟ ايوه انا كيف I never should have been so impatient. الجواب انك تبيعين مرسيدس لانه غالي وتشترين سيارتين فولس. قديش انا غبية. لا انت ذكية صدقيني الاسئلة غبية. يلا كأسأل. طيب يقول لك الحين السؤال الثالث. ايوة. كيف نضع فيل في الثلاجة على ثلاث مراحل؟ فيل واحد. اوكي. لازم يمر من ثلاثة مراحل. تعرفين ايش يعني مراحل؟ كيف اشرح مراحل؟ كيف دقيقة اشرحي مراحل خطوات. آه. ايه خطوات. اقتل الفيل. اذبح الفيل. هذا الفيل حقي. امزح. كيف احط في الثلاجة؟ ايه كيف نضع فيل في ثلاثة خطوات؟ إيه؟ افضي الثلاجة اوخر الاشياء اللي كذا وادخل الفيل. طب هذي خطوتين. لا يعني افضي الثلاجة من كل اللي فيها الاكل وهذه الاشياء وبعدين اوخر ذيك الاشياء الخطوات هذيك تعرفوها يعني ذيك وبعدين ادخل الفيل. قلت هذا المغرب. تفتحين الثلاجة الخطوة الأولى تحطين الفيل جوا الثلاجة الخطوة الثانية تسكرين الثلاجة الخطوة الثالثة كذا الفيل صار في الثلاجة. شيء بدون فيل. أوكي شيء بدون فيل. كيف نضع الزرافة في الثلاجة على أربع مراحل أربع خطوات؟ لازم يكون في حيوان زرافة. ايوه راس طويل. ايوه ليش مو ام راس طويل؟ اخر ام
أظن أنه يعني ناخذ ثلاجة كبيرة ندخلها ثلاث خطوات أربع خطوات أوكي صعب شيء أربعة أول شيء أفتح باب الثلاجة أفضيها أوخر دول الأشياء لا ليش أربعة؟ أربع مراحل بدأتيها صح؟ يعني أفتح الثلاجة إيه؟ أسكرها بعدين أفتحها مرة ثانية يعني أفتح الثلاجة أسكرها بعدين أفتحها بعدين أدخلها بعدين خلاص أسكر لا أفتحيها بعدين في شيء في الثلاجة أصلا كان أوريدي موجود آه فيل داخل فيل من خش من طويل أدخل الزرافة وأسكر الباب الغلطات وهنا الصحيحات هنا كم الغلطات وهنا كم الصحيحات يلا اوكي الخامس. ايش هو الشيء اللي ننام عليه والشيء اللي نجلس فوقه والشيء اللي نغسل فيه اسناننا هذه سهله الشيء اللي ننام عليه هو سرير الشيء اللي نجلس عليه هو كنبه والشيء اللي نفرش اسناننا والشيء اللي نفرش اسناننا هذا الشيء والله نسيت ايش اسمه توثي بريشي صحيح صح احس اي بزر في عالمادس الجواب كيف ممكن تعرفين انه في ثمانية فيلة في فندق بدون ما تدخلين الفندق لانه بيكتب المكان اللي لما نجي اخذه يقول في اربعة لا هم ثمانية فيلة في ثمانية فيلة يعني انتبهي يعني لا كيف ممكن تعرفين انه في ثمانية فيلة جوا الفندق بدون ما تدخلين لانه بيكون مرة كبير عرفت كيف عرفت لما شفها من الطاقة طب خلاص ايوه خلاص خلاص لانه في سيارتين فولكس واجن قدام الهوتيل انا قلت كذا اللي اشوف الفيلا اقول نايس فيو فروم اب ذير ها احترقت حديقه الحيوانات فاحترقت جميع الحيوانات التي بها الا حيوان واحد وليش ما انحرق يا حيوان في المويه يا حيوان يطير ولا واحد اوكي اصبري الثلاجة بردته بس في حيوانات دخلوا في الثلاجة اوكي اصري زرافة ياي الفيل حزنت عليه لانه قاعد معانا كثير وقت ليش نشرب الشاهي اوكي نشرب الشاهي اها ليش نشرب الشاي؟ الشاي نشربه لما نجي ناكل كيكة الشاي نشربه لما نبغى نشربه الشاي نشربه لأنه ما نقدر ناكله لا آخر سؤال إيش الشيء اللي نسويه قبل ما نطلع من البيت؟ شيء نلبس نقوم نلبس نفرش اسناننا نشرب مويهنا او شيء واحد ناكل ونطلع لازم ناكل نلبس يمكن اكون ابغى اطلع اكل نلبس طيب راح تروحين بالبيجامه اوكي لا غلط نشرب مويه نفرش اسنان لا ايش لازم اخذ مفاتيح سيارتي عندك سيارة أصلاً؟ لا بس يعني اللي عنده ياخذ مفاتيح سيارته عشان لا غلط طب مين بيروح بدون ما بالبيجامة برا؟ أكيد ما حد قال إنك بتروحين بالبيجامة برا بس في شيء لازم تسوينه أكيد قبل ما تطلعين من البيت الحمام تروحين الحمام لازم تكونين في البيت عشان تقدرين تطلعين من البيت
تسألين كمان أسئلة بس أسئلة عادية. أوكي، إيش الفرق بين نملة عمرها سنة وفيل عمره 21 سنة؟ الفرق إنه أنتي آه ماتيماتيكا دماد كمان السر يلا يا أخي خلاص انتهت الأسئلة لا خلاص خلصنا خلصنا يلا المهم إذا عندكم أسئلة اسألوها في الكومنت كذا خلصنا فيديو اليوم وإذا عندكم بعد أسئلة اسألوها في الكومنت المهم لا تنسونا اللايك والشير والسبسكرايب وإذا كنت جديدين سووا سبسكرايب وكم كانوا غلطات وكم كانوا صحيحات وأشوفكم بعدين